اكيد رح نرجع للانا اعلى. شكرا هبه لاخبار الرياضه ويعطيك الف عافيه وكل سنه وانت سالمه من جديد. شكرا. طبعا مشاهدينا الاعزاء احنا بالساعه الثالثه والاخيره من برنامج يوم جديد والفقره اللي كلنا بنستناها مع بعض والشيف علا. اول شيء صباح الخير شيف علا وكل سنه وانت بالف خير. حبيبتي صباح الخير لانا وصباح الخير هبه وجميع الزميلات خلف الشاشات، كل عام وانتم الحب وكل عام وانتم افضل والى الامام. اول شيء الصحه والعافيه، وبعدين بنقول كل عام وكل التوفيق لجميع السيدات. فاصل صغير وراجعين نكمل حديثنا بفقره المطبخ، خليكم معنا. سيف واي جوده وسعر. رجعنا لكم عن جديد لاستكمال ما تبقى من الجزء الأخير ببرنامج البرنامج الصباحي، برنامج يوم جديد بفقرة المطبخ تحديدا. بداية بيوم المرأة العالمي لانا، قبل ما نقول كل عام وكل امرأة بألف خير، لا بنقول كل عام وكل أنثى بألف خير. صحيح. الصحة والسلامة أولا، ومن ثم إن شاء الله التوفيق لجميع السيدات بكافة المجالات وحتى على مستوى منزلها. اليوم إحنا لانا رح نساوي أطباق كتير لذيذة على ذوقكم. يلا فاجئيهم بهاليوم الحلو. رح نساوي رقاب محشية، رقاب خروف محشية، وكمان رح نساوي حلا أم علي بالمكسرات. رح نبلش بالطبق الأساسي والطبق الرئيسي اليوم وهو رقاب الخروف المحشية. ناخذ المقادير على الشاشة حتى نبلش ونقول بسم الله. تظهر عنا المقادير على الشاشة. إحنا بحاجة لما نقول رقاب خروف معناته كل شيء خضار خاص بندور خيار وهالامور صحيا احسن انه يكون البورد مختلف. يفضل بقوانين سلامه الغذاء والفود سيفتي ينصح بوجود بوردات مخصصه لكل سيده في مطبخها، ولكن احنا يعني انا ما بحب التكلف دائما في مطابخنا، بس حلو تخلي خلينا اضعف الايمان الخضار والاجبان والخبز، خلي لهم بورد. اللحوم، اللحمه والجاج والسمك، كل واحد له بورد يفضل اذا كان ايدها لحالها الست خصوصا. وهون أنا كمان في عندي هاي الدرنة، إذا الكاميرا بتاخذ لنا هاي الدرنة أنا ما بدي إياها لا تؤكل.
هاي هي طريقة تنظيف للرقبة. تمام؟ هون في درنة وهون في العرق، شلنا العرق، ضل شوي بنرجع بنشيله. شايفة؟ ما بدي إياه. هلأ هو بالأكل ما بدوب، لأنه بضل. يعني ممكن أنت تشيليه لاحقاً بس بعد ما ينطبخ. هاي هي موضوع اليوم. تمام؟ بعدين رح نشتغل فوراً باللي هي إيش أنا بدي أبهرها وأجهزها. هلأ مبدئياً رح إحنا نحتاج لملح وفلفل أسود. اللحمة مادة غذائية، قيمة غذائية عالية. نعم. نكهتها فيها مو حلو أبداً إني أنا ألعب في النكهة، فيفضل ملح وفلفل أسود وهيل للتعطير فقط لا غير. صراحة يعني اللحمة لازم يكون لها طعمتها الأصلية ومش كتير ملعوب فيها. مش يعني غلط كتير كتير غلط إني أنا ألعب في نكهتها وإني أضيف كتير. بطلت لحمة يعني. هاي ملح والرشة هيل اللي هي للتعطير. بهار لحمة ممكن أو ممكن لا، بس خلي إيدك خفيفة عشان ما بدي يغمق لي اللحمة. أكتر جزء بالخروف بصير لونه أسود على النار هو الرقبة، مشان هيك بتلاقي ستات بتعمل الرقبة تقول لك انحرقت معي ولسه اللحمة شادة. الرقبة بسرعة بتاخد لون في الخروف. طبعا أنا جايب اليوم رقاب خروف رمسي لا يتجاوز وزنه، اللي هي من أفضل الأوزان، خروف صغير الرمسي بيبي، يعني لا يتجاوز من 10 ل 12 كيلو بالكتير بيكون وزنه. تمام. يوم المشاركات كلها مبسوطين على الطبق يا شف علا. ابدا بيصبحوا عليكي بيقولوا لك يسلموا ايديكي. احلى شيء حشي الرقبه. طيب هلا احنا بس عشان نفتحها من الداخل عشان نحشي الارز. هلا انا جهزت لها البهار، هاي سكيني موجود هون، بضغط عليها من الوسط وبنزل بسكيني للاسفل، بنزل 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 وبعدين بضغط عشان احس السكينه وين ماشيه. تمام. وبمشي وهيك انا فتحتها للحشي. يعني حتى لو لحامك ما فتح لك اياها بتقدري انك انت تتصرفي بالبيت، بس بدك سكين محترم. فانا هون ماشي بالوسط فوق العظمه تاعت الرقبه وعم بمشي بسكيني وخلص. هذه هي كل قصتنا. تمام. بعدين رح اجيب البهار وابلش احط عليها من الخارج. بتقبلي قبل بيوم ولا بنفس اليوم؟ ما بفرق. البهار ازكى قبل بيوم. نعم. قبل بيوم. نعم. نعم. بسألوكي إنه كل أجزاء الخروف نقدر بنفس الطريقة نعمل نفس الطريقة؟ الغسيل؟ لا قصدي الحشوة. بصير. طبعا هلا الحشوة اللي إحنا رح نعملها اللي هي يعني بنحشي فيها عادة الجاج، بحشي فيها أنا الرقاب. طبعا أذواق، يعني في ناس بتزيد بتنقص. أنا عم بحاول أحط البهار فيها بكل مكان بدون المبالغة بإضافة بهار اللحم لأنه غامق ورح يخرب لي لون الرقاب. نرجع بنأكد بأنه الرقبة تاخذ لون تحت النار وبتسود، مشان هيك تلاقي ستات الطعم بجنن بس الشكل صراحه ما بتنشاف. ليه؟ طب الرز اللي بدك تحشيه شوف علا كمان بيكون مبهر؟ نعم. هلا رح نشتغل فيه لنا. اوكي. تشاركينا تعطينا رايك كمان، فرصه احنا خسبناك اليوم. شايفه؟ لا انا مدلي لحالي اليوم شوف علا صراحه. ان شاء الله كل سنه وانت سالمه ومن تقدم لتقدم يا ربي. تمام. حنغير اللبس تبعنا معاكي لانا ناخذ مشاركات. يلا خلينا ناخذ مشاركات. عامر سعيد بيقول كل عام وانتم بخير لانا وعلا وانت بالف خير. امل بتقول منورين ما شاء الله. الا عمر بتقول يومي. والله يومي هذا لسه ما شفنا الطبق هو جاهز. لوريس برماوي بيقول يسعد صباحكم للجميع. دلال بتقول يسعد صباحك لانا والشف المبدعه علا. فرح العماري بتقول لانا وعلا كل عام وانتن بالف خير وانت بالف خير. ان شاء الله كل سنه وهم الافضل دائما. سند الرواج صباحكم سعيد. بدي اخلي ماما تعمل لي اياها. الله يخلي لك اياها يا رب وتعمل لك اياها. امين. انور القضاه بيقول يسعد صباحك شوف علا ولانا وكل عام وانتم بخير وصحه وسلامه يا رب. يا رب اجمعين. طيب لولو احنا هون فلفلنا الرزات. الرز يفضل يفضل بالرقبه انك تخلطي مصري حبه صغيره. نعم. واللي هو البسمتي الحبه الطويله يفضل. ليه؟ لانه المصري بخبص جوا لاني انا حطيته جواها وراح اخيطها، فهو نوعا ما بخبص. فانا عشان يطلع من جوا مفلفل ايش بسوي؟ بحط معاه بخلط كل كوب مصري مقابله كوب من البسمتي. تمام. ليه بلمع الرز وليه مهرهر وليه مش مخبص؟ مش لاني شاطره بالفلفل، بس لانه حمصناه. هذا الاستب ديري بالك عليه، حمصيه بشويه زيت نباتي وبعد ما تخلصي بتفلفلي معلقه كبيره من السمنه البلديه او السمنه العاديه او حتى زيت اذا بدك خليه يقدح وعلى وجهها. شوفي
شوفي كيف بلمع الرز معي وبضل هيك ان شاء الله حتى بالحشي، لانه ما بخبص ابدا. عاجبك الموضوع؟ لا عاجبني، حاسه بكميه الدسم. انا اصلا كنت بسالك، هو الرز اللي جوا بتاكل؟ فبعد كل هذا التحضيرات طبعاً. اكيد يعني بتاكل. هلا في ناس بحطوا رز ولا مفلفل ولا شيء، هاي لاحقا بنعمل لكم اياها ان شاء الله. هلا بالنسبه للحمه المفرومه، انا هون حطيت عليها ميتها فقط لا غير، تمام. وبعد ما حطيت عليها ميتها ونشفت وامورها تمام وحطيت عليها شويه هيل، راح انزل عليها شويه زيت نباتي بس لحتى تاخذ لون. شويه هيل قلتي لي علا، يعني هلا الطعمه خرافيه. الهيل هذا النكهه الشرقيه احنا لا غنى، تمام. راح احط عليها رشه هيل عشان احس في الطعم والريحه، تبقى كل النكهات متجانسه. اللحمه اوعك تملحيها وهي عم تنسلق، بتشد وبتضل تعلك حتى لو كانت اجود انواع اللحم، ديري بالك، تمام. وبعدين راح نحط عليها رشه من بهار اللحمه، ما بدي اياها تغمق كثير، ورشه من الفلفل الاسود، اذا ملح وفلفل اسود وهيل ورشه بهار لحمه فقط لا غير. معنا اتصال وسعاد من الكرك، يسعد صباحك. اهلا، صباح النور. معك الشيف علا، تفضلي. الو، صباح الورد. الو، يعطيك العافيه على الاكلات الزاكيه. اهلا اهلا، صباح العسل. كل عام وانتم بالف خير. وانت بخير وصحه وسلام. شيخ علا، من زمان ما احاول اتواصل معك بس حظي اليوم لقيت الخط. الله يسعدك، هذا من حسن حظنا. بس يا شيخ علا بدي رقمك، من زمان اتواصل معك عشان رقمك، ممكن اخذه؟ الشباب بيعطوك اياه بالجلري. حياك يا الله، يسلم لك. اهلا ست الكل. اهلا فيكي. هلا ستي. طيب احنا هون رح نقلب اللحمة مع شوية بهارات والزيت ونخليها تاخذ لون الحشوة. الرز طبعا انا نقعته مع شوية كركم، هذا اللون الحلو، شوية صغيرة. وبعدين بتحط عليه الملح وبتفلفلي عادي وبتقدحي له، بضل حتى لو انه مخبص بيرجع بفتح، بيشرب الزيت وبترجع حبة الرز بتنهض. ف معنا اتصال وألاء من الزرقاء. صباح الخير يا ألاء. يسعد صباحكم. كل سنه وانتي سالمه والشيف علا معاكي. يعطيك العافيه شيف علا. اهلا، الله يعافيكي، صباح الورد. يسعد صباحك يا رب. كيفك؟ اهلا حبيبتي، اهلا، كل سنه وانتي سالمه. وانتي سالمه يا رب. حابين بس نسلم عليك ونحكي لك يعطيك العافيه. هذا من حسن حظي، الله يعافي قلبك. هلا ستي. والاكلات الزاكيه. انتو البركه، الله يخليكي، يسعدك. الله يسعدك يا رب. الله حبيبتي، شكرا على اتصالك. معانا علي من ألمانيا بيقول صباح الخير شيف علا. الله يسعدك. معانا أم معتز بتقول كيف بدي أعرف إنه الرقبة مستوية؟ أكيد بدنا نعرف، بدنا نحطها بالفرن وبعد الساعة ونص الأولى تفتح عليها الست وبتنسل منها بالشوكة، إذا نسلت بصعوبة لسه بتكون شادة وبدها وقت. هلا بالنهاية اللحمة نية وفيها عظم، فنوعا ما بتاخذ وقت، هي من ساعة ونص لساعتين. نوع اللحمة لنا كثير مهم، اللي هو إذا كانت لحمتي مبردة مش زي لما تكون مجمدة ومش زي لما تكون دبح طازة، هذا أولا. ثانيا لما بيكون الخروف خروف بلدي مش زي لما يكون روماني أو يكون خروف دبي أو 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 الأصناف الثانية. لما يكون الخروف عندي رمسي أو صغير اللي هو البيبي، لحمته والدهن اللي فيه مش زي لما يكون أنا الخروف عندي كبير بالوزن. فهاي الأمور كلها بتلعب دور في الكواليتي، في التست، في الدسم، حتى بدرجة الاستواء. فهاي الأمور كلها بدك تراعيها. إحنا جايبين خروف بلدي رمسي وزنه ما بين 10 ل 11.5 فقط. درجة الحرارة كمان علا في الهدف هلا بنحكي عنها، بس نحشي ونروح على الفرن. إحنا هون لحمتنا صارت ريدي. الله، تمام. ومعنا اتصال نسرين من الإربد. يسعد صباحك يا نسرين. صباح الخير. معك الشيف علا، تفضلي. ألو، صباح الورد. صباح الخير شيف علا. ألو ألو، صباح العسل. هلا يا ستي. كل عام وانت بخير. حبيبتي وانت بخير وصحة وسلامة يا رب. إذا في مجال أعايد على أمي هذا اليوم. طبعا، وإحنا بنعيد عليها كمان. أحب أعايد على أم بشار شقيرات. تحياتنا لإلها، إن شاء الله تكون عم تسمعنا. وبحب أحكي لها، ممكن؟ نعم. أمي يا حبا أهواه، يا قلبا أعشق دنياه، يا كل الدنيا يا أملي أنت الإخلاص ومعناه، لأم بشار شقيرات. حبيبة قلبي، الله يجعله هالصوت الحلو، ما ننحرم منه وإن شاء الله بتضلوا لبعض، والله يخلي لكل واحد حبيبه يا رب، ما يحرمكم من بعض. إحنا هلأ نزلنا البهارات، شكرا على اتصالك. نزلنا البهارات للرز اللي هي
ملح ملحنا بالفلفل، حطينا زنجبيل باودر وحطينا بهار مشكل اللي هو السبع بهارات ورشة من الهيل والفلفل الأسود. بتحبي تزيدي كبش قرنفل مطحون، جوز الطيب، أي أنواع تانية من البهارات هاي برجع لها. هذا هو الرز المبهر اللي بنحشي فيه الجاج المحشي وحتى كمان اللي بنحشي فيه الرقب. هلأ أنا هون فتحتها مزبوط، حبلش أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأوعك ما بدنا إحنا نضغط نخبص الرز جوا، احنا بنخليه براحته بس كمان بروس اصابعي بدي افوت الحشوه لجوا، تكون الرقبه مليانه، يعني اسمها رقاب محشيه، مش منطق يكون بس على بابها الرز. شايفين ما احلاها؟ اذا ملاحظين نقطه الدم ما نزلت لانها انغسلت بمي وملح، نزل كل الدم اللي فيها وصفيتها. فإشي كتير مهم هالخطوات انك انت ما تستغني عنها او حتى تتناسيها. معنا إيمان الشريدة من ألمانيا بتقول كل عام وأنتم بخير وبحب أصبح على والدي عبر شاشتكم، يسعد صباحه. معنا ماهر محمد بقول صباح الوطن الجميل، يعطيك العافية منورين لأحلقنا. كل عام وأنت بخير ست علا من تسنيم، يسعد صباحهم جميعا. طيب إحنا هلأ بدنا نخيطها. هلأ في ستات ما بخيطوها، بجيبوا خيط وبربطوها ورا بعضه تمام، وفي ستات بتسكرها بعود الاسنان الخشبي. نعم. احنا اليوم رح نخيطها خياطه واللي هو هذا الصح والسليم. هاي الابره الحلو فيها بانها معكوفه، هاي الابره خصوصي لتخيط اللحمه بتمشي معاكي، ها شايفينها؟ هاي بتمشي معاكي هيك، يعني ما في داعي تمزعي لي اللحمه، بتلاقيها عند تبعون اللحف او في المكتبه. انا فكرت هاي من ادوات مش خاص. المطبخ يعني. لا لا لا. هي ابره معكوفه، قولي له اعطيني ابره معكوفه بدي اخيط فيها لحمه. علموني التلفزيون الأردني بفقرة يوم جديد. فيعني حلو، بتساعدك كتير وما بتمزع لك اللحمة. في إبر كتير بتمزع معاي اللحمة. لحمة وجاج ولا بس لحمة هاي بتزبط؟ لكل شيء. بصير بنكشات الأسنان طبعا بصير. أنا رح أنظف الرز اللي برا عشان تضل اللحمة عندي تمام. وبعدين عقدته هذا خيط عادي أبيض من البيت. هلأ في خيط خاص للفرن، أنا ما حبيت أعقد الموضوع عشان الست ما تقول أنا من يوم بدي أجيبه، وهو صراحة بيكون بكرة كبيرة وبيكون كتير غالي، فلا خلينا الجود من الموجود ونقول بسم الله. ومع كلانا نشوف مشاركات السيدات. نازك بتقول أنا بحضركم من الإمارات، ابني محمد إبراهيم وزوجي وبنسلم عليكم، يسلم إيديك يا شف علا مبدعة. أم الليث بتقول صباح الخير وكل عام وأنتم بخير. أم جعفر الزعبي بتقول كمان صباح الخير. خالد العتبي بيقول للشف علا صباح الخير، يسعد صباحهم. أم معتز بتقول الأرز مسلوق مفلفل، مفلفل مش نعم. مسلوق المسلوق مرة تانية، رح نعمل فكرة تانية برضو كمان لأقل وقت، بس النتيجة هاي أزكى صراحة، مشان هيك بلشت لكم. شايفين؟ خلي الكاميرا تاخذ لي الإبرة. شايفين من هون كيف شايفة لانا؟ عم تمشي معها. يس عم تمشي معها، ما في داعي تكون هي اللي هي الستريت بتمزع لي اللحمة وبدي أخذ. شوفي عم تمشي معي زي ما أنا بدي، وهذا إشي كتير مهم باللحم. مشان هيك جيبيها والجئيلها بكل أنواع اللحوم، بالزغليل، بالحمام، بالبط، بالجاج، بالرقاب، شو بدك استعمليها كتير مهمة. معنا اتصال ومنى من عمان، يسعد صباحك يا منى. هلا حبيبتي، يسعد صباحكم انتو ان شاء الله. تفضلي معاك الشيف علا. الو صباح الخير. عافية. هلا يا ستي صباح العسل. كيفك شيف؟ هلا يا حبيبتي، يعطيكم الف عافية. والله كل اكلاتك بتجنن وسهلة. من بعدكم اكيد، انتو البركة. حبيبتي بحب اعايد على كل ستات العالم وبحكي ان شاء الله يا ربي يهدي بال كل المشاعر. يا رب. وتعفينا يا ربي وتعفي كل البشر بغض النظر عن كل الديانات وعن نعم. كل أيوة. الإشي اللي بالعالم يلي هو بضل إنسان مهما كان الله نعم. يا رب يشفي كل العالم يا رب. حبيبة قلبي يسعد هالصوت يا رب. حبيبتي هلا يا ستي، شكرا على اتصالك. شايفة أنا عم بطول بالي وعم حاكيها بطريقتي، برجع من كل الجهات بيطلع معاي الرز مسقسق دسم لما قايل، بس يعني حتى لو مش مخبص مع يعني معلم انت شو شغله معقول. انتوا البركه والله حبيبتي. اكيد الستات مع الممارسه، احنا يعني عندنا مقوله معروفه بانه السيده في منزلها شيف، كل سيده في منزلها شيف. صحيح، هي قائده لهالمسيره، عم تطلع لنا جيل ان شاء الله واعي وناجح لهالمجتمع.
فلابد عشان هيك أنا حكيت وبرجع بأكد إنه الست من مكانها هي مهمة بغض النظر طبعاً. عم تشتغل عاملة مش عاملة أكيد. عندها مشروع ما عندها مشروع هي منتجة ومهمة في مكانها. طيب هلأ لانا إحنا هون إيش عملنا؟ حنجيب قطعة ورق زبدة اللحمة نية ما بدنا إياها تمسك ورق الفويل تمام؟ تابعوا معاي بهاي الخطوة هون أنا بدي ورق زبدة ورق فويل أوكي؟ رح أجيب لبن رايب شو السر في هالموضوع يا لانا؟ يلا خلينا نعرف توقعي اللبن رح يخلي اللحمة يعطيها رطوبة أوكي وبيعمل لها كفر خارجي هاي الرطوبة تحافظ على سوائل اللحم نعم فبتضل اللحمة سوفت ما بتشد وما بتنشف ما بتكون أبداً ناشفة أبداً نعم فهاي الخطوة جداً مهمة عمليها وادعي لي باللحوم خصوصاً الله. ادهنيها باللبن الرايب بس ما بدي تحطي عليها أي نوع من المواد الدهنية عشان ما تتحمر وهي لسه ما استوت لأنها رح تقعد مدة طويلة بالفرن صحيح نعم فهاي رح تعطي رطوبة للحم واللحم يضل عندي وضعه تمام وهيك بتكون جهزت ورح نلفها تفضل يلا معنا اتصال من جرش مين معنا؟ محمد من جرش يسعد صباحك يا محمد أظن راح الاتصال الله الله وهيك بخليها على جهة العظم من تحت عشان العظم يستقبل درجة الحرارة اللي من تحت درجة الحرارة هي رح تكون الستيم المي رح أجيبها بصينية مناسبة للفرن وأحطها وأحط تحتيها حطي قد ما بدك كاستين ثلاثة مي لحتى يعدوا ساعتين بالفرن رح أحطها وبأسفلها المي درجة حرارة الفرن عالية جدا أعلى درجة حرارة 250-270-300 حسب إيش نوع فرنك بعد الساعة ونص الأولى بتفتحي عليها وبتنسلي منها إذا كان لسه بدها خليها كيف بدي أحمرها لما بطولها بدهنها خلينا نكمل بعدين بنكمل وصفة الحلو عشان ما نقطع حبل أفكارهم خصوصا للي شايفيننا من خلف الشاشات هلا انا هاي جوز تلاحظوا انه انا ما في عليها ورق زبده ليه لاني انا رفعتها فتحتها شلت ورقه زبده لاني هلا بدي احمرها فراح ادهنها بالسمنه البلديه صراحه هي المناسبه لخلينا نحكي دسم. للرقاب دسم كله من كل الجهات دسم اليوم دسم تمام هلا ليش شلت انا ورق زبده لانه ورق الزبده راح يمص كل الماده الدهنيه انا راح احطها وما استفدنا فبشيل ورق الزبده وبرجع الرقاب عندي على القصدير تمام زي ما انتم شايفين بدهنها بالسمنه وبعدين ايش بسوي بحطها تحت الشوايه تاخذ لون فقط ما تحطي اي شيء وهي هي شايفه لنا يعني دقائق اوكي مش حلو اتصال ام محمد تفضلي يسعد صباحك خير كيفك حبيبتي اهلا شو اخبارك اهلا اهلا الشيف علا معك تفضلي الو صباح الخير صباح الخير هلا ستي هلا ستي اهلا وسهلا حبيبتي هلا حبيبتي صبر معك اهلا فيك حياكي الله حبيبه عمري الله يسعد قلبك يا عمري بدي انت اول شيء ما شاء الله شيف متالقه ما شاء الله عليكي الله يخليك انا بقيمك درجه اولى باجتياز لا لا انتم البركه وانا من تلاميذكم حبيبة عمري الله يسعد قلبك الله يخليك بدي أطلب منك طلب لو سمحتي أمر تفضلي ما يأمر عليك تباني بدي طبخة أكلة الليل شركسية شبسو باستا شبسو باستا يوم الثلاثة المطبخ الشركسي وأجواء الله. شركسية وموسيقى شركسية وانت حزرتي أبشري حاضرين الله يسعدك يا سفعلة حبيبة عمري من عيوني التنتين أبشري لابد من التنويه على هاي المطابخ لنا لازم طبعا لا تنتقص من ثقافة الطعام وإحنا في يوم جديد في عنا رؤية مستقبلية لنشر ثقافة الطعام حول العالم صحيح. وكل يوم رح نستقبل كل فترة لما الله يقدرنا إن شاء الله ما بنقصر رح نستقبل اللي هو مطبخ معين ونحكي عن هالثقافة وننوه أكثر لهالموضوع حتى علا أصلا من ضمن المشاركات ما لحقتها كانت حدا حاطت مشاركة إنه أنت عم بتكون كل أطباق مختلفة ومتنوعة ومن كل المطابخ العالمية إن شاء الله الله يقدرنا يعطيك ألف عافية يا وما نقصر رح نطرق كل الأبواب هدفنا بمطبخ يوم جديد إن شاء الله نشر وعي وثقافة والطهي ثقافة لا تنتقص عن أي نوع من أنواع الثقافات حول العالم فلا بد هاي عم بيقولوا لك بالجاليري علوش الحب أنتوا الحب تغزلوا فيكي أنتوا الحب يلا نقول بسم الله بسم الله الله لا احنا ما بدنا نطلع فص احنا نتغدى يا جماعه السفره جاهزه ابدا ما بدنا نتحلى بعدين اوكي
هنجيب المكسرات الحلوة. بسم الله. طبعا أنا مكترة الرزات وكترت الأشياء عشان الشباب الطيبة، وتعرفوا أن الستات رح تعيد عليكم من مطبخ يوم جديد، بس بطريقتنا إحنا، مني ومن لانا. اليوم رح نغطيكم يعني شوفوا لمعة السمن البلدي. واضحة واضحة، ما تقولوا لي. هو خروف بلدي صح ولا كان خروف بلدي رمسي؟ نعم خروف بلدي رمسي. بعدين احنا اليوم اليوم العالمي للمراه، شباب احنا اسفين انه يعني رح يكون لنا حصه الاسد، نعتذر منكم. لا والله هم الشباب البركه يعني، اذا بدك من طعميهم يعني. طيب هاي سبق وحكينا احنا كيف بنتعامل مع هالامور، حتى بس هيك ابلش انا ادوكر واستفز الشخص اللي مقابلي يقدم على لقمتي ويشتيها. الله. المصورين سلامة خيركم، مبسوطين الإرسال؟ المصورين مبسوطين. الله يسعدهم. طبعا لقمة بيأسروا لي عربوا لي لقمة لقمة. لا 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 ما في، كل السدر لإلكم شبابنا. والله إحنا إذا بدك الصح بدونهم بزبطش حالنا، بنضيع. كيف ابتسامتهم الصباحية بتعطينا طاقة قبل ما نطلع على الهواء؟ ويقويهم جميعا أكيد، ما إلنا غنى عن الناس الطيبة. شايفين قديش الله يعني الله المطعم قديش احسن مني ما يسوي لقمه حلوه، ليش انا ما اسوي زيه مثلا كسيده طبعاً منزل؟ طبعا دائما بقول العين بتاكل قبل التم، فلازم الواحد شوي يهتم بالمنظر. اكيد. والله يا والله يعني معده البرنامج او معده الحلقه ناديه حبيبه قلبي، انا المشكله مغلوب على امري، يخلوني غصب عني اطبق، صار يقول لي شمري عن ايديكي وفرجينا شغل الشيف علا. لا لا والله انتم البركه، الله يسعدهم. تحياتنا لكل اللي عم يتابعونا. اكيد اكيد كل سيده عندها لمسه بتميزها عن علا وعن الف حدا مثل علا، اكيد لا شك. فدايما بحب الاختصاص صراحه، علا مختلف ودايما يعني بيعطي احسن ما عنده ويبتكر. احنا احيانا بيكون في صوره نمطيه بنطبقها وخلص. نعم، وخصوصا كمان لانا يعني نوع من انواع الضغط والالتزامات العائليه وهالامور هاي كلياتها كثير مهمه. احنا نقول طبقنا، بنقولهم تفضلوا لعيونكم يا غاليين. يا الله ريما المعاطه بتقول لك مدرسه ابداعيه للاكلات اللي عم تختفي شوي شوي. لا لا ما بدها تختفي، الله يسعدكم، احنا بدنا نحييها وندير بالنا عليها. يلا الله. عنا فاصل لولو؟ رح نطلع فاصل ونرجع لكم. يلا فاصل ورجعين.